وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم فاضل يسأل عن هذا الحديث، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالس، إذ رأيته ضحك حتى بدت ثناياه، فقيل له: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: رجلان من أمتي جثيا بين يدي ربي عز وجل، فقال أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي، فقال الله تعالى: أعط أخاك مظلمته، فقال: يا رب ما بقي من حسناتي شيء، فقال: يا رب فليحمل من أوزاري. وفاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: وإن ذلك اليوم ليوم عظيم، يوم يحتاج فيه الناس إلى أن تحمل عنهم أوزارهم. ثم قال: قال الله تعالى للطالب حقه: ارفع رأسك فانظر إلى الجنان. فرفع رأسه فرأى ما أعجبه من الخير والنعمة، فقال: لمن هذا يا ربي؟ قال: لمن أعطاني ثمنه. قال: ومن يملك ذلك يا رب؟ قال: أنت. قال: بماذا؟ قال: بعفوك عن أخيك. قال: يا ربي فإني قد عفوت عنه. قال: خذ بيد أخيك فادخل الجنة. ثم قال وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هذا الحديث أيها الكرام الفضلاء هو حديث ضعيف لا يصح، بل هو ضعيف جدا. وقال ابن حبان في أحد الرواة، ونأتي لتخريج الحديث: الحديث رواه الحاكم النيسابوري في مستدركه، والإمام الخرائطي في مساوئ الأخلاق، وهبة الله ابن عساكر في معجمه، وابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله، وابن أبي داود في البعث، وفي سنده الذي سيق من طريق عبد الله بن بكر السهمي قال: أنبأنا عباد بن شيبة الحبطي عن سعيد بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ثم ساق الحديث. وفي رواية: فرفع رأسه فقال: يا رب أرى مدائن من ذهب وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ، لأي نبي هذا؟ أو لأي صديق هذا؟ أو لأي شهيد هذا؟ قال: هذا لمن أعطى الثمن. قال: يا رب ومن يملك ذلك؟ قال: أنت تملكه. قال: بماذا؟ قال: بعفوك عن أخيك. قال: يا رب فإني قد عفوت، إلى آخر الحديث. هذا الإسناد ضعيف جدا. عباد ابن شيبة قال ابن حبان في كتاب المجروحين: منكر الحديث جدا على قلة روايته، ولا يجوز الاحتجاج به لما ينفرد بالأحاديث، ولا سيما أنه ينفرد بالمناكير. وسعيد بن أنس قال فيه البخاري في لسان الميزان: لا يتابع، أي لا يتابع على حديثه هذا. وقال العقيلي: بصري مجهول بالنقل. وإن كان الحديث الحاكم رحمه الله يصححه، لكن الذهبي تعقبه بقوله: عباد ضعيف وشيخه لا يعرف. اللي هو مين شيخه؟ سعيد بن أنس. إذن هذه علة وعلتان. علة أن هذا سعيد بن أنس مجهول، وتلميذه عباد ضعيف. وأيضا الإمام المنذر في الترغيب والترهيب استنكر تصحيحه، يعني أعني تصحيح الحاكم. وابن كثير في البداية والنهاية قال: إسناد غريب وسياق غريب. الحافظ ابن حجر العسقلاني قال في المطالب العالية: ضعيف جدا، ضعيف جدا. وقال الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب: ضعيف جدا. إذن هذا الحديث أيها الكرام الفضلاء حديث لا يصح. أما بالنسبة لأحاديث فضل العفو وإصلاح ذات البين، فالحمد لله في الأحاديث الصحيحة ما فيه غنية وكفاية، في الأحاديث الصحيحة ما فيه غنية وكفاية، وما صح فيه غنية وكفاية.
لذلك المسلم لا يروي هذه الأحاديث التي لا تصح. وإذا أردنا أن نذكر جملة من الأحاديث الصحيحة في فضل إصلاح ذات البين، فنجد جملة صالحة من هذه الأحاديث موجودة متكاثرة في كتب الحديث. فنأتي مثلا أيها الكرام الفضلاء إلى هذا الحديث الجميل الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وهذا يدخل في إصلاح ذات البين وإصلاح هذه العلائق التي تكون بين المسلمين، ولا سيما في الصلح بين الزوجين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: هيا بنا نصلح في آل بني فلان. قال عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث الجليلة في ذلك الباب العظيم من إصلاح ذات البين، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لم يكذب من نما بين اثنين ليصلح. وفي رواية: ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث العظيم حديث أبي هريرة: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة. هذا كله يدخل في إصلاح ذات البين. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول أنها تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين، إلى غير ذلك من الأحاديث أيها الكرام الفضلاء الذي فيه غنية وكفاية. ولذلك ينبغي للمسلم بالذات في وسائل التواصل هذه التي انتشرت والتي انتشرت كالنار في الهشيم أيها الكرام الفضلاء، والناس ينشرونها في كل مكان، فليتق الله المسلم في ذلك وليروي الأحاديث الصحاح، فضلا على أن يروي حديث كالذي ذكرناه في أول هذا التسجيل، وهو: خذ لي مظلمتي من أخي، ثم يقول رواه الإمام البخاري. يعني كذب عجيب، نسأل الله السلامة والعافية. ولا علاقة للبخاري أيها الكرام الفضلاء في هذا الحديث أبدا، من قريب ولا من بعيد، بل عند البخاري من الأحاديث الصحاح ما فيه غنية وكفاية من الأحاديث الصحيحة، ومنها أنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فلما أكثروا على عيش من التذكرة والتحريج طفقت تذكر نذرها، إلى آخر ذلك في قصتها مع عبد الله بن الزبير. وأيضا لما قال النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام سمع صوت خصوم بالباب عالية أصواتهم، وإذا أحدهم يستوضع الآخر ويسترفقه في الشيء وهو يقول: والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله. فله: أي ذلك أحب؟ يعني سبحان الله، قال: خلاص أنا سأنزل على ما أراد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام منها من الإصلاح. أسأل الله عز وجل أيها الكرام الفضلاء أن يجعلنا وإياكم من الذين يصلحون ذات بينهم ويتقون ربهم ويتمسكون بسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبما أننا في يوم الاثنين في ظهيرته لسبع باقين من جمادى الآخر عام 41 و400 وألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، نذكر بهذا الحديث عند مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحنا، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا،
أنظر هذين حتى يصطلحا، يكررها ثلاثا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.